كاتباها دي، كانت قصيدة شاركت بيها في ديوان الوطن، موسوعة ديوان الوطن والأم، كان ديوان في حب مصر. كنت بقول يا بلدي يا مصر محلاكي ومحلى العشق لسماكي، عيون القلب تدعيلك ورب بحفظ يرعاكي، ده مهما كتبت انا في وصفك ومهما قلت انا اسمك، ما يوصف كلمة لو واحدة تفوق والله جمال رسمك، ومهما في يوم اشوف منك يا حنة انا قلبي للقاكي، ما اصل الطيبة من طبعك ودايب قلبي في هواكي، يا طاهرة وطيبة اصيلة تاريخك علمة وحضارة، ودلتا الوادي معنيلك تغطي الكون ده بمهارة، يا محلى بجد تفاصيلك يا صيد قلوبنا بشطارة، ده مين يقدر على بعدك وحبك غطى بجدارة. الله فدي كانت في حب مصر، الله. كانت الموسوعة دي نزلت في لسه معرض، هسألك ايه معرض الموسوعة بغداد. وايه قصتها وقصة مشاركتك فيها؟ هي كان في اعلان على الفيسبوك، احدى الشاعرات الشاعره الكبيره استاذه ميمي عبد الجليل كانت منزله يعني عايزين شاعرات يشاركوا في ديوان مجمع لحب مصر، فارسلت لها القصيده انا ومجموعه من الشعراء، والحمد لله الديوان تم طبعه وفعلا نزل في معرض بغداد، فدي كانت حاجه دي حلوه. كانت